من الموضوعات اللي دايماً بيبقى عليها جدل نتيجة عدم الفهم الجيد ليها هو موضوع التربية الجنسية للأطفال أو للمراهقين. يقولك إيه ده؟ أنتوا بتكلموا على إيه؟ أنتوا هتعلموا العيال إيه؟ أنتوا هتفرجوا العيال على إيه؟ أنا عايز أريحكوا إن العيال بيتفرجوا على بلاوي وإحنا مش عارفين، لكن مبدئياً التربية الجنسية ملهاش دعوة بالبلاوي اللي العيال بيشوفوها على الإنترنت من وراكوا ومن غير ما تعرفوا. التربية الجنسية يعني الولاد على حسب سنهم من وهم صغيرين يتعلموا ازاي يحافظوا على نفسهم، من أول ما يبدأوا يتعلموا ازاي يغسلوا ايدهم قبل الأكل وبعد الأكل. تخيلوا بقى بالبساطة الشديدة دي بيتعلموا جسمهم بيتغير ازاي، ايه الفرق من انهم أطفال بيبيز لحد ما يبقوا 7-8 سنين لحد 10 سنين، الدخول لمرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة والتغيرات اللي بتحصل لهم، ويحافظوا على جسمهم إزاي، ويحافظوا على نفسهم من العلاقات الغير آمنة إزاي. طب وأنا هقعد أقول لكم كل ده؟ تعالوا نشوف الإنفوجراف اللي معنا ونتكلم تاني. متى ينبغي أن تبدأ التربية الجنسية؟ التربية الجنسية للمتعلمين الأصغر سناً لا تعني بالضرورة تعليم الجنس، تساعد الأطفال على التعرف على أجسامهم والتعرف على مشاعرهم وعواطفهم عن طريق مناقشة الحياة الأسرية، مختلف أنواع العلاقات، صنع القرار، المبادئ الأساسية للتراضي، التصرف في حال حدوث العنف أو التنمر أو الإساءة. يضع هذا النوع من التعلم الأساس لإقامة العلاقات الصحية طوال الحياة، وتهدف الإرشادات العالمية للأمم المتحدة إلى دعم المناهج الدراسية، وتقترح بدء التربية الجنسية في سن 5 سنوات عندما يبدأ عادة التعليم الرسمي. ومع ذلك فإن التربية الجنسية عملية تستمر مدى الحياة. أهو قلت شنا الناس العلماء الكمل بيقولوا لنا ابدأوا علموا ولادكوا حوالين جسمهم، تكوينه، تركيب، شكله، التغيرات اللي بتحصل فيه من أول ما يبقى عندهم 5 سنين، إننا نعلمهم إنه اللمسة لجسمهم أو الطبطبة فيها لمسة طيبة وفيها لمسة شريرة، علشان نحافظ عليهم من التحرش، علشان نحافظ عليهم من إن حد يستغلهم، علشان نحافظ عليهم إن حد يعمل فيهم حاجة. يعني مهم جداً، وكلها بتبقى مفاهيم بسيطة جدا على حسب سنهم، مش زي ما بعض الناس متخيلة انه هنعلمهم حاجات مش كويسة.